أهلا بكم مشاهدينا الكرام في حلقة جديدة من برنامج مدونون. ضيفنا في هذه الحلقة هو من ظهر من بين الملايين من المدونين في وقت تزاحمت على القراء الكثير من الأشطة والتحليلات وكذلك التنظيرات، لكنه تميز بأسلوب واحد وهو المواجهة وكشف من يركز في القلوب من حيث حديث ساخن بل وحتى خطر على ذلك. يستطيع صاحبه التفوه ولا يستطيع أيضا، وحتى قوله لمن يكون له فيسكته. مارس الكثير من الخطابات بل تجاوز الخطاب واستخدم الشعر والنثر في رسالاته المدونة والموجهة إلى فئة معينة. تغنى بالموصل وأهليها ورجالها وأبطالها، ورسم صورا أعظمها لأبناء الأنبار وأطلق عليهم رمح الأرض. لم يترك أهله من المحافظات الجنوب، فهو أيضا كتب عنهم وأطلق عليهم عبارات التمجيد والتكبير لما قدموه من أعمال وطنية لبلدهم. كل هذا وهو كاتب متخصص في السياسة، كتب الكثير من المقالات أوردت على جميع الوسائل العالمية منها البي بي سي والشرق الأوسط وغيرها من الصحف المعروفة. جاهد من أجل رفع الضباب المتشكل حول قضايا مصيرية ونجح في الكثير منها وأوصل الفكرة ورفع الغبش، لكنه أيضا بالمقابل اتهم بالتحريض والتنظير لمشاريع تعتبرها الجهات الأخرى معادية لفكرهم. هذا المدون استمر في كتاباته عما يجري وما سيجري، وتفوق في أصعدة مختلفة على النطاق الدولي وحتى الإقليمي في الرؤية لما سيصبح عليه الموقف. فكك رموز وطلاسم صعبة، تكلم بصوت واضح، هاجم الكثير من الرموز وتراجع عن بعضها، وهو اليوم يمثل تفكير الكثير من الشباب والمتابعين في المدونات. لكن السؤال، هل هذا المدون سيستمر على هذا النحو أم ستأتي موجة أخرى ترفع من اسم آخر ويغدو هو بعيدا عن ساحة التدوين من هذا يغدر معه، وسيسمح أو ستبقى كلمته مؤثرة لحين تحقيق أهدافه وما يراه؟ هذه أجزاء من المدون في ضيف الحلقة لهذا اليوم، وللمزيد عنه نتابع التقرير الذي يحاكي جزء من أفكاره والقضية التي سنناقشها معه عبر برنامج مدونون لنتابع. يرى المدونون إنه من واجب الجميع التركيز على قضايا مهمة أرهقت الناس وأتعبتهم وأفقدتهم الكثير من الأحباب، لا للشيء، لمجرد إنك إنسان تعيش في منطقة قدر عليها أن تغلي وسط مرجل ساخن يفور وينفجر دائما بسبب الفكر. ما تحتويه شعوب هذه المنطقة من تراث وعمق تاريخي لا يسمح لأي أحد بالتجاوز وتغيير هذا الفكر أو حتى شرحه بطريقة أخرى غير الطريقة المعتاد عليها أو الموروثة من قبل الآباء والأجداد. إلا أن هذا الكاتب نجح بطريقة معينة في تسطير الكلمات التي أعدها إعدادا جيدا ونظمها بطريقة مختلفة، وأصبحت لدى بعض المتابعين كالمعلقات، حتى تغير نهج البعض منهم بعد أن كان يسير في اتجاه المنادين إلى المواجهة والعداء. إن أنا معكم ولأي شيء بالتأكيد هو لا يعلم حتى تفتحت الأمور بالنسبة له، على أقل تقدير فيه المدون أو المتابع. قصة دونها عن معزول بكندا الغرور يثير فيهم الحقد، وكتب قائلا: إن نظرنا يعاني الكثير من العلل، كما قال مولانا جلال الدين الرومي، كنت أشعر على الدوام بوجود خدعة وأسمع قهقهات على العراقيين، لم أكن أعرف من أي اتجاه، إنني أعرف قاتلي جيدا الآن، أكاد أرى يده تصعد وتهبط وخنجره يلمع تحت القمر. على كل بيت منهار في الموصل ومع كل دمعة تسيل على خد طفلة أنبارية وفي كل صدر مختنق بالعبرات وعلى جسر بزيبز وفي الفرات حين غرق أطفال الفلوجة وتحت الأنقاض في الموصل القديمة حيث تنام الفتيات الجميلات ذوات العيون السوداء الواسعة وعلى مفارق الطرق حيث يستجدي الأطفال قطعة خبز وغطاء أسمع قهقهات السعودية ها 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 ها. لكن ذلك لم يكن نهاية المطاف الذي بدأ فيه مخالفا
عن ما جاء في تلك القصة حتى انفض يده وحبر قلمه، عن ذلك بداية انتشاره وتوسعه في منصات التواصل الاجتماعي. واجز ذلك في قصة صغيرة دونها، وهو يحاور أخته الصغيرة التي فارقها وهي تحبو كحال أي عراقي غادر العراق. وكان هذا الحوار بهذا الشكل، حيث دون: أختي مقيمة بتركيا، لم أرها منذ كانت طفلة، تحبو ومثل جميع السنة، عندها فكرة عامة خاطئة عن الحشد، مخيف ويقتل الناس. عندما قلت لها إنني ذاهب لبغداد بدعوة من الحشد، صارت ترجف وهي قائلة: راح ألبس أسود من هسة. شنو الضمان؟ ماكو ضمان غير كلمتهم. متأكد ما عليك شيء؟ لا ما متأكد. شلون انت أكد؟ من أروح وأرجع انت أكد. وإذا ذبحوك؟ زين يسوون بي؟ لساني طويل. صار وجهها قطعة رعب في ذلك المطبخ الصغير. كنت بحاجة لأن أزور الأئمة، ربما ضميري يؤنبني. الصالحون عندهم كرامات تأتي بك من آخر العالم بقوة خفية حتى ينقذوك من الغرور. عندي قناعة، لولاهم لما كانت عندي شجاعة الذهاب، فلست شجاعا بطبعي بل شديد الحذر والشك. لكن تلك كانت لحظة عجيبة وسلوكا غريبا مني. وهو اليوم يعلنها صراحة ويقول: مشروعكم هو مشروع الحشد، واضح، اذهبوا معه ولن تخسروا شيئا، بل ستزدادون قوة لأنه قوة من داخل. السؤال هنا: هل سينجح؟ هل سيتمكن من مواجهة الإعلام وحده؟ وهل ستكون له المساندة؟ قد نتمكن من الإجابة عليها في معرض هذه الحلقة. المدون أسعد البصري. بعد سماعنا ومشاهدتنا لهذا التقرير عن مدون حلقة هذا اليوم، يبدو واضحا أنه المدون والكاتب والصحفي العراقي أسعد البصري. مرحبا بك أستاذ أسعد. من كلمة تعجب أو من باب التعجب، يعني اليوم كاتب عراقي من السنة يتكلم عليهم ويهاجمهم، بل وضح الكثير من الأمور حتى غدوا يسمعون لكلامه، تفضل. أهلا وسهلا أستاذ أحمد علي، أنا فخور بالظهور على قناة سامراء، وهذه الدعوة من عندك هي من يعني من زمان، وأنا ما كنت مستعد، وأشكر صبرك علي. الحقيقة يعني شيء مهم أنه أول قناة أظهر عليها يعني بمخاطبة أهلنا يكون قناة سامراء، لأن أنا أعتبر سامراء هم أهل الحجة، يعني هم جمجمة سنة العراق وهم أهل الرأي، وعندي دلائل كثيرة وكتبتها عن هذا الموضوع. وحتى لما بزيارتي لبغداد، لما صعدت على الملوية، شفت هاي المدينة يعني الجميلة، وتخيلت كل أصدقائي من هاي المدينة. وإذا راح يكون حوار فهو راح يكون مع سامراء، هو أصعب حوار، لأنه ذولا ناس أهل حوار أهل رأي، وهم أهل يعني براغماتيزم، يعني يحاوروك من باب المنفعة والحقيقة والجدوى من الأفكار اللي أنت تطرحها. وأنا لاحظت أنه عند أهل سامراء رغبة بالإصغاء، وأيضا عندهم رغبة بالحوار، مو ناس يعني عدوانيين. فتحية لكل أهل سامراء وهالقناتكم، وإحنا طالعين أول لقاء يعني مع الأستاذ أحمد علي من قناة سامراء، وهذا لحسن حظي. ما أعرف بالضبط سؤالك أستاذ أحمد بالضبط شنو، يعني سألتك من باب التعجب أستاذ أسعد، وطبعا أيضا نرحب بك مرة أخرى. سألتك من باب التعجب، كاتب سني عراقي يهاجم أهل السنة في وقت يحتاجون إلى أن يكون هناك يد معهم تدافع عن قضاياهم، لكن هذه القضايا كانت معكوسة بالنسبة للنظرة التي هم كانوا متخذيها، وفي وقت هاجمتهم والآن أصبحوا معك. فهمت أستاذ أحمد. هناك مقولة لهاملت في مسرحية شكسبير يقول: علي أن أقسو لكي أكون رحيما،
أحيانا أنت تقسو ليس بدافع الرغبة بالقسوة أو بدافع الكراهية، بمقدار أنت تقسو بدافع الحب، يعني تماما كما يفعل الطبيب أحيانا. أنا في بداية كتاباتي كان المخاطب والمستمع الأول عندي هو سنة العراق، وكنت أتبعهم في أي معركة يذهبون فيها، في أي صراع يفوزون أنا أتبعهم ما أجادلهم، إلى أن وصلنا إلى مرحلة يعني مأساوية، يعني أنه إحنا وصلنا عندنا 400,000 طفل مشرد من الموصل وحده، يعني هذا رقم خيالي، يعني ما أقصد مشرد بالشارع وإنما بالمخيمات والنزوح، وبحسب المنظمات الإنسانية يقولون يعني 400,000 طفل مصاب بالصدمة من الحرب. فإحنا يعني ما تعرضنا له يحتاج إلى مراجعة، أين حدث الخلاف بيني وبين الناشطين أو المثقفين السنة العراقيين؟ حدث الخلاف أنه أنا أقول نرجع نسوي مراجعة لما حدث بالماضي ونبين المناطق الخلل ومن ثم ننطلق إلى الأمام. الأخوة يقولون لا، أنه إحنا نستمر إلى الأمام يعني بدون مراجعة. أنا أجريت مراجعة وشفت الأخطاء وحددت الأخطاء، والتقرير مالتكم كان يعني تقرير صراحة محترف جدا، يعني أنتوا بالضبط وضعتوا إيديكم على المكانات اللي أنا يعني شخصت بها الأخطاء. يعني ما يصير إحنا مثلا ما عندنا، لا يعني إحنا ما عندنا مراجعة حقيقية لموضوع مثلا اللي صار مثل داعش. بس أنا اللي أعرفه يعني أستاذ أسعد، يعني أنت واجهت صعوبة خصوصا من متابعيك السنة، هاجموك مثل ما هاجمتهم، لكن بعد ذلك فترة، بعد فترة قليلة قريبة وجدت أن هناك تغير في فكرهم من خلال ما طرحت من أفكار للمراجعة، حتى النشطاء وجدت هذا الشيء أنهم تغيروا معك أم ما زالوا يعني يخاصموك الفكرة؟ هو بصراحة أنا يعني ماذا يختلف أسعد البصري عن غيره من الكتاب؟ أنا شخص معدي، أنا ما يعني الناس ما تجيني حتى تتعلم فكرة معينة، معظم الناس يجوني حتى يتعلمون الكتابة، حتى يتعلمون التفكير، يعني أنا ما مشهور بفكرة بحد ذاتها بمقدار ما أنا مشهور بتعليمي للآخرين شلون يكتبون وشلون يفكرون، وأفكاري تنتشر يعني، والآخرين يعاتبوني على مسألة هي لصالحي، إنه أنا فكرتي تتطور مع تطور الواقع، مع تغير الواقع. يعني أسعد البصري عام 2016 أو عام 2014 غير الآن، وهذا شيء لصالحي، لأنه أنا يقول لك أنت لا غيرت موقفك أو غيرت هنا السؤال، هنا السؤال أستاذ أسعد، إذا تسمعني أستاذ أسعد، هنا السؤال، ما الذي دفعك لتغيير نهجك من أجل محاولة لإنقاذ أهل السنة؟ شنو الذي دفعك تغيير نهجك؟ ما هو انا يعني انا اكتشفت انه احنا وقعنا ضحيه خدعه، وهذه الخدعه للاسف يعني احنا تفكيرنا التقليدي يعني انه احنا قوميين كسنه عراقيين، قوميين عربيين، ونحن نعتبر يعني مثلا السعوديه هي عمقنا، ونقول يعني احنا بتفكيرنا التقليدي الساذج انه مثل ما مثلا الشيعي يرى في ايران سند له، نحن مثلا نرى في السعودية سندا لنا، يعني نحن نتخيل هذا الشيء، يعني هكذا نفكر نحن بيننا وبين أنفسنا. لكن الأزمة كشفت عن أنه السعودية استخدمتنا للخلاص من أزمتها الخاصة اللي هي يعني أزمة عملاقة للخروج من وجود يعني هذا الترابط بين الدولة والدين، وهم يريد يطلعون من هاي الأزمة بدون تضحيات، فما عندهم قدرة أو رغبة بأنه مثلا يعني لا عندهم ولا عند أمريكا ولا عند إسرائيل أنه تكون الضحية مثلا الظهران أو تكون الرياض أو تكون القصيم، فهم قاموا بعملية نحن كنا ضحيتها عقليا، أنه كانت التضحية بالموصل والأنبار وفلوجة وديالة، وتضحية بمدن سنية عراقية حتى أنهم يتخلصون من هذا الزواج بين الوهابية السلفية وبين
الدولة السعودية. طيب يعني جانب آخر يعني ونحن لم نكن نفهم هاي القضية. أنا أول من أطلق هاي الفكرة. لكن 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 هناك فكرة. نعم. وشخصت لما رجعنا احنا بالتفكير يعني مثلا اين وقع الخطأ؟ من قال مثلا ان الحشد ميليشيات مجرمة؟ قبل ما ندخل بالحشد قبل ما ندخل بموضوع الحشد استاذ اسعد، السعودية السعودية قادة الخطاب يعني قبل ما ندخل بالحشد استاذ اسعد بانه اتجاه يعني. هذا الشيء واخطاء نعم. واخطاء متراكمة يعني نعم. قبل ما يعني نحن وقعنا ضحية تضليل ودفعنا من دمائنا في بسبب هذه المسائل. فإذن إذا أكتشف حقائق بالتجربة أستاذ أحمد وأكشفها للناس وأكون صادق ومخلص وأضحي بامتيازات وبعمل وبمرتب في سبيل أكشف الحقيقة للسنة العراقيين، أكون يعني أنا مثلا تخليت عن مبادئي. أنا أستاذ أحمد يجب أن يفهم جميع الناس أنه أنا مع أهل الأنبار ومع أهل الموصل ومع أهل الفلوجة ومع كل أطفال سنة العراق، لكنني لست مع قناعاتهم. يعني أنت ما تريدني أتضامن مع أفكارك، أنا أتضامن معك أنت في سبيل تعيش زين، في سبيل تعيش بسلام، في سبيل أنه أنت ما يمر عليك اللي مر ولا يتكرر هاي المأساة مرة أخرى. فأنا متضامن معك، ولكنني أحياناً لست متضامن مع قناعاتك، لأنه أشوف أنه أنا كنت أشاركك هاي القناعات يوم الأيام وقادتنا الى المهام. يعني انت تشوف استاذ اسعد يعني انت تشوف انه صعبه نستمر الى الامام يعني, يعني لا نغير لا يعني نغير. انت تشوف انه هذه صعبه القناعات يعني القناعات انت ما تشوفها صعبه اليوم؟ هذه القناعات مؤسسه موروثه من عمق تاريخي قديم جدا، اليوم نقدر نغيرها من خلال تدوين، من خلال كلمات فقط، انه نغير هذه القناعات ونتجه اتجاه اخر سواء كانت بالمراجعه او بالتغيير نحو ما يخدم مصالحنا. ما شوفها صعبة؟ سؤال جدا خطير استاذ احمد، هذا السؤال جدا خطير. نحن الان كسنة عراقيين نحتاج الى ان نتحرك ضد عادات التفكير. يعني عادات التفكير شيء خطر جدا. يعني نحن يعني تلقائيا نعتبر العدو ايران، تلقائيا نعتقد ان هناك مشروع شيعي يشكل خطر علينا، تلقائيا نقول مثلا هناك مثلا طريق يمده سليماني من ديالى ويريد يوصل به للمتوسط، ونحن يجب انه نمنع قيام امبراطوريه صفويه. هاي افكار مزروعه وتاريخيه وذات محمول طائفي وذات محمول عاطفي كبير، فحتى نغيرها نحتاج الى جهد. وانا بديت بهذا المشروع بس احب اقول لك فتشي. انا لما كنت بتحالفي مع السعودية ومع عادات التفكير والقناعات كما تفضلت حضرتك، القناعات القديمة اللي احنا مؤمنين بها بدون مراجعة يعني مسلمات عندنا، انا الانجازات اللي حققتها استاذ احمد هي مجرد انجازات ادبية، يعني ما حققت اي انجاز سياسي بكتاباتي. لانه انت مدام مع السعودية كل توقعاتك خطأ، كل توقعاتك السياسية خطأ، ولن ترى سوى الصدمات، تتعرض لصدمات وكل ما تقوم به يفشل. لماذا؟ لأنه هناك شيء نحن لا نراه في السعودية. وكثيرين يقولون أنت ليش تربط سنة العراق مع السعودية؟ أخي شون يعني إحنا من البداية حراس بوابة شرقية نسمي نفسنا علنا بحربنا مع إيران، يعني حراس بوابة شرقية بشرفك إحنا نحرس الصومالي يعني مثلا، لو نحرس أثيوبيا يعني طيب هذه فكرة مستوحاة من خلال ممارسة ومعايشة عشتها أنت في أكثر من دولة خليجية. لكن اليوم العراقي اللي ينظر إلى مشاريع موجودة، هناك مشروع أمريكي بين قوسين سعودي، وأيضا هناك أيضا مشروع إيراني متحالف مع روسيا وسوريا وغيرها من البلدان، والمسألة واضحة أن منطقة الصراع هي العراق وسوريا، وأن الشعبين هم المتضررين من هذا الموضوع. ما الذي يدفع بالمواطن اليوم العراقي المواطن البسيط أنه ينظر من خلال هذين المشروعين أنه في صالحه؟ أي أنا أفهم عليك. أنا أقترح يعني هو صحيح هو موجود هذا الصراع
صراع بين يعني مثل ما تفضلت أمريكا وإيران، لكن أمريكا بلد بعيد وغريب ويحتاج إلى أداة عضوية من داخل المنطقة. يعني حتى إذا نقول مثلا أمريكا جابت داعش أو إسرائيل، طيب أمريكا وين تعرف تسوي عاصبة الرأس وينك وتسوي هالأناشيد؟ أمريكا وين تعرف ابن قيم وابن تيمية وتجيب ناس يحجون هالحكي؟ تحتاج إلى آل سعود حتى يديرون من خلال مؤسستهم الوهابية هاي العملية، يحتاجون إلى أداة، وهاي الأداة أخطر من العقل اللي ينظمها. بينما أنت مع إيران أستاذ أحمد، إحنا هل سألنا نفسنا كسنة عراقيين مرة واحدة أنه إحنا جربنا نتحاور مع إيران؟ يعني مثلا أنا بديالة وقاعد أشوف الجنرال سليماني عنده مشروع مثلا طريق سريع، طريق تجاري يوصل للمتوسط، أي يربط إيران بالمتوسط مثلا. أنا فكرت هذا بيش يضرني مثلا؟ يضر السعودية صحيح، بس يضرني أنا بديالة؟ هذا طريق خارجي إذا صدق يوصل من طهران إلى المتوسط، والله فتح مطعم وأنا أصير زنجين وأوزع أحلى أكل وخلي يروحون ويجون الإيرانيين وأني أستفاد. هل الإيراني يشكل خطر على سنة العراق أم يشكل خطر على السعودية؟ إذا كان يشكل خطر على السعودية فهذا شيء لا يهمني ولا يعنيني. لكن استاذ اسعد هنا لانه السعودي هو بنفسه يعني عذرا للمقاطعه يعني مستشار الديوان الملكي بنفسه طلع قال، نعم هو بنفسه طلع قال احنا مفهوم الامه يعني كامه عربيه وامه اسلاميه هذا لا يعنينا، اهم شيء الدوله والمواطنه هم يعلنونها، فانا ليش ما صرف بنفس الطريقه؟ اهم شيء الدوله، واذا الدوله في تحالفها مع ايران يصير بها استقرار، انا ليش يعني شنو السبب؟ لكن هنا لا والله يعني هنا كلام واضح وصريح بأن هناك أطماع أو هناك ملفات أو عمل سواء كانت من السعودية أو من إيران، لكن اليوم المواطن العراقي لا ينظر إلى هذا الموضوع من هذا المنظار اللي تفضلت به حضرتك. اليوم ينظر إلى أن هناك قوات عسكرية، هناك عمليات خطف، هناك عمليات قتل على الهوية في عام 2006 و7 و8، وعادت الموضوع بشكل أوسع، هناك داعش ظهر ويهدد مواطني العراق سواء كان سنة أو شيعة. هذا الموضوع كله يعني اليوم المواطن البسيط ينظر إلى جنرالات الموضوع، ينظر إلى الجنرال سليماني أنه هو من يضلع بهذا الموضوع، ينظر إلى السفير السابق للسعودية السبهان أنه ضالع في هذا الموضوع، لكن من يخرج العراق من هذا الموضوع سوى السياسي العراقي؟ والسياسي العراقي دائما هو من يتخندق في أحد المحورين. يعني أنا ما أعرف هاي المثالية الوطنية التي يتحدث بها بعض الإخوة يعني، وهي مشكوك فيها يعني مثالية يعني يعبر عنها المواطن العادي، أنا على أبو تركيا وأنا على أبو السعودية وأنا على أبو إيران، يعني هيك يعني هو معلق في الهواء. يعني أخي حتى إذا تدرس حركة النجوم لازم تشوف النجوم اللي بصفها وتأثيرها عليها وكذا. فإحنا يعني احنا مجبرين بلحظه من لحظاتنا كسنه عراقيين انه نتوقف عن الصراع ونختار واحد من المحاور، يعني او على الاقل نكون حياديين بهذا الصراع. احنا ترى خضنا صراع واللي وبس انا بس انت كمثقف اريد اقول لك فشيء استاذ احمد، هناك شيء يجذبني الى ايران كسني عراقي. صحيح انت اللي تقوله حرب أهلية، ميليشيات، خطف، كذا، بس هناك شيء يجذبني إلى إيران أنه هم مع حلفائهم صادقين ومخلصين وأوفياء، بينما السعودية حطمت الرقم القياسي بالنذالة وبالغدر بحلفائها. يعني هم صار لهم 100 سنة يدعون الإسلام وتطبيق الوهابية، من تهدم الموصل وتصبح بناتنا تحت الأنقاض وأطفالنا بمئات الآلاف مشردين يدعون فرق للرقص ديسكو على جثثنا، هذا لو تسويه إيران بالشيعة والله يكفرون يعني باسم إيران وبي 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 يمكن يعلنون قادسية ثالثة عليهم.
طبعا حق الرد يعني مقفول بهذا الكلام استاذ اسعد، يعني بس اسمح لي اذا كنت تسمعني، حق الرد مقفول بهذا الكلام، ما دليلك على ان السعوديه هي من ضلعت بتهديم الموصل وغيرها من المدن العراقيه، وايضا ما دليلك ان 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 ايران هي من تسعى لانتشال العراق من هذا الموضوع؟ هذا موضوع يعني يمكن لك ان تقول فيه، ويمكن للجهات الاخرى من ورد اسمهم بهذا الموضوع ان يعني يردوا بهذا الموضوع. لكن السؤال الآخر الذي يبادر لأي شاب عراقي اليوم أنه يختلف عن باقي شباب المدن، تغنيت بشباب وشابات إيران، تغنيت بشباب وشابات تركيا وغيرها من المدن، لم تدخل وتخوض بشباب الخليج وهم أيضا مترفون. أما حال الشاب العراقي اليوم حاله يعني محكوم، يا أما الموت يا أما الدخول في العسكر. يعني أنا كنت أكتب بهذا الاتجاه على حال الشاب العراقي. بدأت تسمح لي أستاذ أحمد، أنا طلعت من العراق، الشاب العراقي يعني يعوق نفسه، يضرب نفسه طلقة حتى يطلع أسباب صحية ما يأخذونه للجيش. نعم. أنا طلعت من العراق اللي يحاول يسافر بشكل غير شرعي يعدموه. يعني أنا لما رحت بغداد شفت شباب العراق وشفت لبسهم وشفت كذا أنواع السيارات الموجودة، يعني أكون مبالغة يعني بالموضوع، يعني صحيح يعني تركيا، لكن يعني أقيس شباب تركيا بشباب العراق شوية، يعني تشوف مثلا شباب تركيا أفضل، لكن المدينة كمدينة بغداد أو المدينة كمدينة مثلا الموصل تعرضت لحرب وحرب ما تستطيع يعني أنت تنكر ما حدث. يعني إحنا لما نتحدث عن حال الشاب العراقي أو حال بغداد لازم نأخذ بنظر الاعتبار الحرب المرت ونتناقش. أنا بس أحب أعلق على تلميح حتى مؤهل سامراء يعني خطرين يسمعون هذا الحوار، وأنا أحب أكون صادق معهم، وهم يمثلون يعني براغماتية، وحتى توجهاتهم يعني الدينية تشوفها توجهات معتدلة. أنا ما أقصد أنه القناة موجهة فقط لأهل سامراء، بس لأنه هي يعني معروفة باسم أهل سامراء. أنت تقول شنو دليلك أنه السعودية مثلا هي وراء داعش؟ طيب السعودية سوت تحول، هسه السعودية تقول لك احنا علمانيين ومحمد بن سلمان وريفورمر وعنده رؤية 2030، وذبت المشايخ والمؤسسة الوهابية بالسجن وقاعد تسوي هذا الشيء. ليش ما انت تسوي داعش هسه؟ احنا ليش ما نسويها؟ ليش ما نصير متطرف؟ ليش ما نصير ارهابيين هسه؟ بالعكس هسه شوف يا سني عراقي يقول لك انا ملحد الشباب، بينما قبل يحكي لك بالفصحى يقول لك عمرو بن الجموح ابو الدرداء، لانه السعودية يعني انت دليل واضح امامك وتقول شنو دليلك؟ انت هسه السعوديه العلمانيه انت تصير يلا متطرف فن. ليش ما نقول انه نتيجه هذه الحروب والضغط والتاثير ولباس الاسلام هو اللي اثر على هذا وخلى اليوم الشاب هم وصلوا التلاعب بعقولنا الى درجات مخيفه، يضعون مشايخهم في السجن ويقولون لا يمثلون الدوله، ولما المخابرات السعودية بنفسها تقطع خاشقجي يضعونه بالسجن لأنك لا يمثل محمد بن سلمان لا يعلم. هذول ناس مخادعين، وهاي السياسة مختلفة تماما عن السياسة الإيرانية. الإيرانيين يراهنون على الزمن وعلى الثبات وعلى القيم بأخلاق. وأنا انصدمت أستاذ أحمد لما رحت إلى لندن، التقيت بمدير مؤسسة إعلامية كبيرة خليجية وهو دكتور ومثقف، قلت له هل مهم أنه أنا أكون كاتب مؤثر الناس تقراني عندي أفكار؟ قال لي لا ما مهم. قلت له ليش؟ قال هذا ما مهم، يعني هم كخليجيين هم يسوون النجوم، هم يجيبون واحد يطلع جائزة ويترجموا له وهاي الزمايل كلها تصفق له ويصير هو مفكر غصبا عليهم. هم ما يؤمنون انه انت تطلع بفكره من الواقع ومن المجتمع، لان هم لا يؤمنون بالمجتمع. يقول لك اهم شيء الفكره اللي تعطينا اياها اسرائيل وامريكا احنا نطبقها وغصبا على الشعب، العدو هو الشعب، لان يقول لك هذا شعب غبي يؤمن بالاسلام، يؤمن بثقافه احنا لا نريدها ويسبب لنا مشاكل، واحنا كما تؤمرنا امريكا نسوي. ومحمد بن سلمان قالها صراحه،
قال احنا دعمنا الوهابيه لانه امرتنا امريكا نواجه الاتحاد السوفيتي. لما صارت التيار الديني ارهابي احنا قمعناه وخلص ما نريد ديسكو الان. جميل جدا. يعني بالنتيجه ان هذه ايران لا نعم. تريد الناس تفكر. نعم. تريد الناس تكون لها دور بالحياه، ومو بس ايران، تركيا ايضا كشرق يعني ذولا. نعم. الخليج لما وصفهم الخميني اداه قذره انا هاجمت هذا الشيء، لكن مع التجربه والله صحيح. يعني هاي السعوديه من وصفهم قال ال سعود اداه قذره، يعني انت هم اداه وانت تصير اداه لاداه ككاتب. وماكو اهميه لي انت تفكر او تنتج افكار او كذا. نحن كنا نعمل 6 سنوات بالاحلام الخليجي، وظيفتنا واحده استاذ احمد، انه الادامه مينتننس الكراهيه لايران. ايران 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 ايران، انه انت تبقى هاي انت تكره تكره تحقد ايران. يا اخي انا اطالب سنه العراق بمراجعه الذات، وانه احنا يعني نسوي فك ارتباط مع ذولا. هم شنو يصرف لهم؟ هاي مشكلتهم. احنا يعني نتحاور مع اخواننا شيعه العراق، وهذا شيء انت نفسك تدعو الى، اشوفك احيانا تكتب، يعني انا ما مختلف معاك بهذا الراي، انه نتحاور مع اخواننا شنو العراق ونفكر نعيد النظر بما حدث، نعيد النظر باللي صار هاي خلال 15 سنه الماضيه، واذا عندنا اخطاء نعترف بها. والطرف الاخر ايضا قاعد يسوي مراجعه ذات. ترى الطرف الشيعي يعني طرف مرن، انا لما رحت بغداد ويراجعون نفسهم، واذا عندهم اخطاء يقولون هذا خطا وهذا صح وهذا كذا. واذا جميل جميل جدا. يعني بالمحصله ما طرحته بالافكار الان استاذ اسعد حتى ننتقل الى مرحله او فقره اخرى، ايضا كسنه نراجع انفسنا بعلاقتنا بايران. يا اخي هاي جار 1300 كيلو متر معاهم، يعني اكو مشتركات ثقافيه، فيعني هذا موضوع انه انت بوابه شرقيه، وانه انت يعني حارس الآل سعود، وانه العدو هو العدو الفارسي. هذا الفكر البعثي يجب ان نخليه على صفحه ونشوف الاشياء اللي تفيدنا. نعم استاذ احمد. نعم، يعني بالنتيجه هذه الافكار والمدونات والكلام اللي طرحته هو ايضا يمثل ارائكم، ليس بالضروره ان يكون او تكون القناه او البرنامج يتبنى هذه الافكار، وايضا لجميع من يرى وسيرى وسيسمع هذا الكلام من حق ان يكون الرد، اما يكون بالايجاب او السلب. دعني انتقل وياك الى فقره اخرى من برنامجنا لهذا اليوم، وهو قضيه البرنامج مدونون. مشاهدينا يعني فيديو لإحدى الموصوليات التي استغثنا من أجل الحياة، لنستمع إلى هذا ونشاهد هذا الفيديو. عدنا وإياكم بعد أن شاهدنا واستمعنا لهذا الفيديو المنتشر في مواقع التواصل الاجتماعي وتحديدا فيسبوك، والذي تناقله الكثير من المدونون. طبعا سنناقش هذا ما محتوى هذا الفيديو وما صاحت واستغاثت به
المرأة الموصلية. طبعا أستاذ أسعد يمكن استمعت لهذا الفيديو التي للمرأة الموصلية التي استغاثت وطلبت الحياة الكثير من المسائل التي يعاني منها اليوم أهالي الموصل، من ضمنها الاتهام بالدعشنة لهم. أنا بس أخاطب اللي يتهم الموصل بأنه هم يعني دواعش أو أنه هم متطرفين، أن يقرأ التاريخ. هذه الموصل العظيمة مرة بالموصليين يعني السلاجقة، ومر بهم العثمانيين، ومر بهم التاريخ القديم، والكنائس بقيت مضاءة بالشموع. يا أخي هذه كنيسة التعبد، كنيسة مار متي، هاي لمئات السنين لم تطفأ مصابيحها، وتعتبر مكان حول العالم أي متفلسف متوحد رؤيوي مسيحي يأتي إلى هذا المكان بسبب تاريخه الذي يمتد إلى يعني قرون وقرون، ومعروف بالتأمل. ولم يعني أنت لما تقول والله صار اضطهاد للأيزيديين، أنت ما تسأل نفسك لماذا يوجد أيزيديين في نينوى ولا يوجد مثلا في السعودية، مثلا لا يوجد مسيحيين مو أيزيديين. هذول الناس هم الموصل. يا أخي أنا أخجل أمام الموصل أن يتهموا بهذا الشيء. ذولا ناس عباقرة أذكياء محبين للعلوم وجزء من عمقنا. أنا من البصرة، تعتبر عمق تاريخي يعني، ولكن يعني أيضا الموصل هم يعني جميل يعني جميل جدا يعني أستاذ أسعد، يعني لكن للأسف الرسالة يعني التي يعني وصلتهم شيء لا غنى عنه في الثقافة العراقية. نعم، لا لكن غنى عنه بالعقل العراقي. ويعني هذا هو مشكلتي معك أستاذ أحمد. يعني أنا أجد الحل، أنت تعرقل علي مشكلة أنه تسويق الحل. يا أخي إحنا نروح نتهم البلد الذي ليس فيه ديانة أخرى من أي نوع، لو نتهم المدينة التي تتعايش فيها كل الواحد. بس يعني أستاذ أسعد المشكلة مو هنا. أستاذ أسعد إذا يعني تسمح لي، المشكلة مو هنا. لم نسمع السعودية أنها تتهم. اسمح لي أستاذ أسعد، اسمعني. يعني لم نسمع بيوم أن السعودية اتهمت أهل الموصل أو أهل الأنبار بالدعشنة وأنهم دواعش. هذه الرسائل من الداخل العراقي ومن سياسيين عراقيين. أستاذ أحمد تسمح لي، أنا كنت عايش في كندا. نعم. وكان يعني أنا أكلمك الآن من اسطنبول، لا زلت عايش في كندا، لكن أنا أكلمك من اسطنبول. يعني أنا أذهب إلى بيوت أصدقائي كنديين وعراقيين يشاهدون غرابيب سود على التلفزيون، إنتاج سعودي، وهذا ومترجم بالإنجليزي. يعني تعرف دول الأطفال في كندا لا يعني ما يفهم شو يقولون بالعربي، فيقرأ الترجمة ويتابع مسلسل بشد. يعني هذا المسلسل سوى فكرة أنه أهل الموصل ويعني أنه هم بهذه الطريقة، بل سوى فكرة أنه الخليجي ضحية مغرر به ابن الموصل العراقي. هاي أكبر غلبة انغلبنا بيها كسنة عراقيين من آل سعود. وأنا لما يكون ردة فعلي كشف الحقيقة، أو أنه أذهب إلى الحشد على كيفك، أنا حاجي ما يلبس علي ثوب، وهذول جيش عقائدي، لكن أعطوني كلمة ورحت يعني جازفت في سبيل أنه أرجع الصفعة لهم، لأنه قاعد يلعبون مستمرين باللعب، يشترون شيعة ويجيبون شيعة، وإحنا علمانيين والإسلام السياسي، وتعالوا هسه يقولوا لهم ما ريدكم تصيروا إرهابيين، لا تعالوا نحارب تركيا وإيران عندهم. يعني هذول يعني أقل شيء أن أسويه هو أن أكشف الحقيقة. تفضل أستاذ أحمد. نعم، طيب يعني أقل في هذه الفقرة حتى ننتقل فقرات أخرى. يعني اليوم مسألة الإحساس والشعور، اليوم مواطن يعني عندما يتهم بهذه الاتهام، والمرأة والفيديو وشاهد واقع على هذا أن لم يبقى لديها والي. اليوم ليش ما نلقى عند السياسي العراقي اليوم، خلي رسالتي داخلية، اليوم ليش ما نلقى عند بعض السياسيين العراقيين
إحساس بالشعور للأبرياء الذين لم يجرموا بتهم داعش وغير داعش؟ صدقني أنا التقيت بقياديين يعني لما رحت إلى بغداد، قياديين بالحشد صراحة ومتفهمين تماما لما تقول ويريدون حل، لكن أيضا يريدون يعني من الطرف الآخر تفهم. وأكبر دليل على رغبتهم هاي أنه هم ترى يرحبون بشخص مثلي ويرحبون بشخص مثلك ويرحبون بالناس الواعيين. يعني أنا متأكد القادم أفضل، وإحنا لازم ما ننشر اليأس بين الناس. نواحي الحكومة يعني هو شريط البحثي، خلينا نكون صريحين، يعني هاي قناة سامراء ما لها علاقة بالبحثي، خل أحكيها صراحة، هو البحثي شريط يطلع بقناة ما أريد أذكر اسم، خاف أنت ما تقبل تحذفها. نعم. يقول لهم هاي وضع مؤقت، يعني ذولا صفويين يعني في غفلة من غفلات الزمان، الصفويين والفرس حكموا بغداد وإحنا ننتظر إلى زوالهم، ويثقف بهالاتجاه وينشر اليأس من العراق. لا، القادم أفضل، والعراق انتصر على الإرهاب، ومو بس يعني جهة معينة انتصرت، يعني ليس الشيعة فقط انتصروا، ليس المسيحيين فقط انتصروا، ليس السنة وحدهم انتصروا، الموصل نفسها من الداخل بهاي الحملة مال إعادة البناء والرغبة بالعودة للجامعات والمدارس، وهذا التفاؤل اللي عندهم أيضا انتصار على داعش وانتصار على الإرهاب. فأنا متأكد القادم أفضل. جميل جدا، القادم أفضل إن شاء الله. نعم، إنه العدو منه مثل ما أنت قلت بالمقدمة. القهقهات مين تيجي علينا كعراقيين؟ نعم، نبقى يعني بالنتيجة 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 الكل عراقيون، الكل يريد أن يحافظ على هذا البلد سواء كان بفكر بعثي أو غير بعثي. الكثير من الآمن البعثيين الآن هم في العملية السياسية، فقط من تلطخت يديه بدماء العراقيين هو هذا، حتى وإن كان من داخل صلب العملية السياسية سيتم استبعاده. دعنا ننتقل وياك أيضا إلى فقرة أخرى من الفقرات للبرنامج، وهي فقرة صور تناولتها بعض مواقع التواصل الاجتماعي لجنود أمريكان يتجولون في المتنبي. أهلا بكم مشاهدينا، بعد أن شاهدنا هذه الصور المتداولة في مواقع التواصل الاجتماعي والتي أثارت الكثير من الحديث حول تواجد جنود أمريكان في الشارع العراقي وتحديدا في الشارع الثقافي، شارع المتنبي. يعني أستاذ أسعد، يعني صور أكيد أنت شاهدتها بمواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، صور لجنود أمريكان يتجولون في المتنبي، هل هذا الانطباع أو هذه الرسالة التي يراد إيصالها إلى الشارع العراقي أن ما موجود اليوم من ثكنة عسكرية أمريكية هي لمصلحة الشعب العراقي، أما المشروع أو السيناريو تغير؟ أستاذ أحمد، أعتقد إحنا بشكل شخصي يعني متناقشين بهاي المسألة يمكن في السابق. نعم. الأمريكان ليسوا يعني مثل ما كانوا عام 2003 أو 2004 لما كنا إحنا متأملين خيرا من عندهم. إحنا كنا شو نقول؟ نقول يعني إحنا تعبنا هواي نفسنا ونريد نبني وطن وطنية، وموضوع إسرائيل ومواضيع يعني العروبة وما عروبة ما حصلنا شيء، حصار والحروب والمشاكل ما حصل، بينما يعني فتيات الخلاجة في باريس وأولادهم يعني بالتجارة وبالأسهم وبالكذا، وإحنا فقراء يعني لابسين حالة الصبح، فليش ما نجيب الأمريكان؟ هيك كنا نفكر قبل. نعم. يعني كثير ناس يقول لك خلي الأمريكي يجي، بلكي يصير مثل السعودية، لأنه تعرف أمريكا بنت هاي المدن الخليجية بالرمال، ليست مدن حقيقية، مدن تاريخية تكون مثل هاي، شوف هاي جنة الله على الأرض اسطنبول، تكون يعني شواطئ وتكون على طرق تجارية وتكون شيء طبيعي جغرافي. يعني شنو الظهران؟ شنو الدمام؟ شنو هاي المدن؟ من بناها؟ مدن وهمية على الرمال على الصحراء بنتها أمريكا. فنقول ليش ما هسه الأطباء العراق راح يبنون جامعات أمريكية، يبنون مطارات، يبنون طرق ونعيش ملوك.
امريكا لما اجت كان في يعني في حسابات اشياء اخرى، طلعت تريد تصفي الارهاب في العراق، تريد تسرق اموال العراق، تريد الشرق اوسط جديد وتسوي فتنه طائفيه، تريد يعني اشياء غير اللي احنا كنا نفكر فيها. ولذلك ادوات امريكا اللي هم مثلا السعوديه وغيرها، نقولها علنا يعني ارجاء ما تحكي كلام يعني اللي اقوله، امريكا الان احنا كعراقيين يعني ننظر اليها يعني ليس كالسابق، لا يوجد اي امل يعني من وجودهم او بقائهم او دورهم بالعراق، للعراقي الجزء الاماراتي زينه الى امريكا بس ليست يعني لا اتفائل بها، ولذلك تشوف ما رده الفعل. طيب يعني استاذ اسعد يعني خلينا من هذه المشاريع والافكار او امريكا ماذا تريد وماذا حققت في العراق، لكن اليوم هذه الصور يعني ايضا تتشابه بصور اخرى رفعت في جامعه الانبار، الطرفان في رؤيه الجانب الاخر او في رؤيه الكثير من العراقيين ان الطرفان هم من قتل الشعب العراقي. لماذا يعني أثيرت الكلام الكثيرا عن طلاب لم يعاشروا رئيس النظام السابق، والكلام بشكل أقل سياسيا عن الصور الأمريكان اليوم موجودين في الشارع المتنبي؟ يعني أنت قصدك يعني أي صور أخرى، يعني أي صور أخرى غير صور القائد الأمريكي؟ يعني أنت تقصد مثلا يعني كن صريح، يعني شنو تقصد الصور الأخرى؟ صور اللي اليوم اللي طلعت، هذه صور الامريكان اليوم شارع المتنبي، وصوره اللي رفعوها شباب جامعه الانبار، انا كنت واضح صوره اللي رفعوها للرئيس السابق، رئيس النظام السابق في العراق في جامعه الانبار. هناك حاله كبيره من الهستيريا صارت في هذا الاتجاه. انا احب اوجه رساله لان اهل الانبار، شوف ذولا اهل الانبار هم يعني حتى قادة الحشد يقولوا لي ذولا محاربين لم تنجب النساء مثلهم. أهل الأنبار يا أخي ذولا عرب وأهل كرم وأهل شجاعة وأهل شهامة، ولكن مشكلة هيك نوع من الناس أنه هم بقدر ما هم يعني شجعان وكرماء وأبطال، بقدر ما تخاف عليهم يجي واحد يخدعهم، يعرضهم إلى خدعة ووجههم باتجاه غلط. يعني إحنا أنا عرفت باللي صار بجامعة الأنبار، ربما ولا شيء يعني شنو يعني 4-5 نفرات شالين صورة صدام ما أعرف شنو، خصوصا الشيعة سووا أكثر بالإعلام، يطلعون يطبلون صدام أحسن، البعث كان أحسن، يعني هاي المرحلة اللي فاتت ووقعوهم بهذا الفخ. لما هم وقعوا قلبوا عليهم الجميع ولا واحد دافع عنهم، يعني ربما يعني كم واحد شفت منصب. فيا أهل الأنبار انا يعني اتمنى يعني ولو انا جاي اشوف كثير انباريين متفتحين يعني من كل المناطق، من الرمادي من الفلوجه من عالم من هيك، انا عندي بصفحتي من عندهم اقول يعني مهمه الان يعني وغاضبه على ما حدث. احنا لا يا يجي والله مثلا خلينا نقول فصيل شيعي قال والله ايران مو زينه نركض وراها، لا معوفه واحده، لا منو قال لك ايران ما زينه؟ حتى اذا انا بالرمادي قاعد، حتى اذا انا بالفلوجه او ما ادري شنو، هذا يعني خدعك تروح ورا بعدين من توقع هو هم يصير ضدك. فرجاء احنا نريد حلول يعني غير هاي الافخاخ اللي يوقعونا بها دائما، والله شايلين صور 4-5 نفرات ما اعرف شنو صوره صدام، شو يسوي بها حتى يعني نوقع احنا بمشكله؟ لا ما نريدها. طيب يعني وهذا كان مقصد سؤالي في معرض سؤالي لحضرتك. خلينا ننتقل، الامريكي طالع والجيش حواليه وما اعرف. نعم خلينا ننتقل لسؤال اخير يعني في ختام هذه الحلقه استاذ اسعد. يعني استاذ اسعد اذا تسمعني، بحق العراق بالبدايه للنهايه، نعم، واحنا لا نشعر بالامان معها، لانه احنا لا ما كان عندنا لا وهابيه لا داعش، لا ما كان عندنا شيء، يعني هم جابوا لنا هاي الاشياء. اما اذا قصدك على يعني نخلط بينهم وبين الطرف الايراني مثلا الطرف الامريكي والطرف الايراني، ما اعرف شنو سؤالك بالضبط. نعم طيب يعني في ختام، وايضا هذا كان هو مقصد سؤالي في معرض حديثك قبل قليل، ولكن خل اختم وياك، هل ستستمر في هذا النهج ام ستتغير الظروف وتاتي موجه اخرى وتبعدك عن الساحه ويظهر اخر، ماذا ترى في المستقبل؟ والله هذا سؤال مهم استاذ احمد. والله انا يعني علاقتي جدلية بالواقع،
يعني اذا 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 مثلا يعني كنت افكر بطريقه معينه كان ترى هذا حدود فهمي استاذ احمد. نعم انا اوجه يعني تحيه من خلالك الى كل الناس الابطال من سنه العراق اللي تفهموني واللي دعموني يعني من الانبار ومن الفلوجه ومن دياله ومن نينوى الموصل. البارحه انا تاثرت يعني حتى اختي تقول لي شبيك ابكي. واحد من الموصل قال شوف انا يعني بسنه واحده تعلمت اللغه الالمانيه وبسنتين عادلت شهادتي وحاليا يلتقون بي بالاعلام الالماني يعني اعبر عن اراء باختصاصي كاختصاص تكنولوجي، لكن انا تعلمت كثير من عندك واعتبرك انت يعني ست سنوات انا متابعك ساهمت في تشكيل عقلي وهو عبقري، هو اساسا عبقري ويعتبرني انا ساعدته في فهم بصراحه يعني هاي الاشياء اثرت بي كثير واتمنى من خلالك انه سنه العراق يصبرون علي شويه لانه انا افكر بمصلحتهم ولا افكر بمصلحه رمزيتهم ولا بمصلحه ثقافتهم. وشكرا لك استاذ احمد على هاي الفرصه انه انطيتني فرصه انه اخاطب سنه العراق. انا رحت التقيت باعلاميي الحشد وخاطبت الشيعه اخواننا واهلنا وانا جنوبي يعني، لكن يعني انطيتني فرصه الان كثير ناس ما فاهمه انه انا ايش قاعد اسوي او يعتبروني انه انا اشتروني او ما اعرف شنو. ترى دولار واحد اضافي عن قبل 5 سنوات انا ما مستلم. يعني ارجوك تكون صوره واضحه. نعم. صحيح انا ضيفوني وترى الهواشم الشيعه والعراقيين كلهم كرماء يعني لو رايح الانبار شو يسوون يعني هم يضيفوني، لكن صدقني المساله مو هالشكل وانما انا افكر بمصلحتهم. وانا اشكرك جدا انه انت هاي اللقاء تريدني اخاطبهم مخاطب مباشر حتى ازيل سوء الفهم. وممنونك استاذ احمد علي ان شاء الله اردها لك. انا ايضا استاذ اسعد المدون والكاتب والصحفي العراقي اسعد البصري اشكرك جزيل الشكر لهذه المعلومات وايضا ولهذا النقاش، واتمنى ان يكون صدرك كان يعني متسع للاسئله والرد والجدال وايضا في موضوع التقاطعات ببعض المناحي. وايضا اشكركم مشاهدينا الكرام، وايضا واعود واذكر ان ما جرى من حديث وكذلك افكار ليس بالضروره ان يمثل رؤيه البرنامج ولا القناه، وانما تمثل افكار المدون نفسه، وحق الرد مكفول. الى ان القاكم في حلقات اخرى ومدونين اخرين بحلقات جديده، الى ذلك الوقت استودعكم الله والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.